بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. إذن ها نحن في العشر الأواخر، في العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أيام مباركات أقسم به الله، أقسم بهن الله تعالى في كتابه العزيز، فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر، واستحب فيهن تلاوة القرآن والإكثار من الدعاء والتكبير. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. وفي ظل هذه الأيام لا يسعنا في هذه السويعات إلا أن نقول لنا وللجميع ولجميع المسلمين أن الله تعالى في هذه الدنيا قد فرض لنا حدودا لا ننبغي أن نتعداها، ومن ضمن تلك الحدود ما هو مجسد في أركان الإيمان، وهو القضاء والقدر، فنؤمن به نحن المسلمين خيره وشره. وقال تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن في ظل هذه الظروف وفي ظل الحياة التي جعل الله سما وجعلها زهرة، إذن تتلون بتلون ألوانها وتتقلب بتقلب ظروفها، فالإنسان المسلم لابد عليه أن يكابد ويصابر ويمتحن. إذن حول كل هذا وذاك وكل تلك المشاكل أنشد عبد القادر القوزع في أنشودته المشهورة والتي لاقت إقبالا كبيرا في عالم الإسلام والعربي: كل من سمعها إلا وتحس واستشعر كلماتها، سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد. إذن تحية لعبد القادر القوزع المنشد اليمني. إذن مع الأنشودة. Yeah.
يا رب. ما كان لي خلا بما بفرش يدي الخد ما توسد الأحزان في ليلي ولا تنهار عمر حزن أيام طبع الهم للبدار لا عيش زال البال عقب العصر يسرين فيه والإسعاد يا رب ربي سواك ما حتى على المكروه نار يا رب اللي لقص معدود واللي باقي ما ينعد واللي قضى مشكور دايم الحياة والنار ما رادها الله كان سلمت لك يا رب وخليك الرضا لي زاد يا رب والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. إذن ها نحن في العشر الأواخر في العشر الأوائل من ذي الحجة وهي أيام مباركات أقسم بهن الله تعالى في كتابه العزيز فقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر واستحب فيهن تلاوة القرآن والإكثار من الدعاء والتكبير فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. وفي ظل هذه الأيام لا يسعنا في هذه السويعات إلا أن نقول لنا ولجميع المسلمين أن الله تعالى في هذه الدنيا قد فرض لنا حدودا لا ننبغي أن نتعداها، ومن ضمن تلك الحدود ما هو مجسد في أركان الإيمان وهو القضاء والقدر، فنؤمن به نحن المسلمين خيره وشره. وقال تعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن في ظل هذه الظروف وفي ظل الحياة التي جعل الله سما وجعلها زهرة، إذن تتلون بتلون ألوانها وتتقلب بتقلب ظروفها، فالإنسان المسلم لابد عليه أن يكابد ويصابر ويمتحن. إذن حول كل هذا وذاك وكل تلك المشاكل أنشد عبد القادر القوزع في أنشودته المشهورة والتي لاقت إقبالا كبيرا في عالم الإسلام والعربي
كل من سمعها إلا وتحسس واستشعر كلماتها. سلمت لك أمري ولك في حكمتك مقصد. إذن تحية لعبد القادر قوزع المنشد اليمني. إذن مع الموجودة. يا الله يا من وحدك تشيلها ميعاد.
بابي.